السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وعدنا نضع في الفيديوهات المجربات والمؤكدات التي استعملوها الناس واستفادوا بالذكر. الذكر ليس فقط لأنك تقضي حاجتك، الذكر لتقرب إلى الله وتمحو السيئات وتجني الحسنات كذلك، وليس يكون فقط لقضي حاجتك، أن الذكر لا يعمل معك بهذا الشيء. لما تسمع وليا يقول لك قل هذا الذكر ستقضي حاجتك، فهو ينوي أنه التقرب إلى الله وينوي يستفيد من ذلك الذكر. ليس فقط نيتك أن تكون مثلا سورة البقرة لبطل السحر فقط، سأقرأ لبطل السحر، لا، هذا نية خاطئة. يجب أن تنوي التقرب إلى الله والغفران من الله سبحانه وتعالى. هذا الورد من الأوراد المجربات لساتر للرزق، لكثرة الرزق ودفع الهموم ودفع المشاكل وجني الخيرات وجني الثمرات وقضاء الحوائج. فيه عديد من الأسرار فيه تقضى لك بإذن الله. تتبعه يوما بيوم، يعني كل يوم ستقول ورد من هذه الأوراد التي سأقولها، يعني كل يوم ستقول ذكر من الأذكار. تبدأ يوم السبت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام. تبدأ يوم السبت وراء العصر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 1000 مرة. ويوم الأحد وراء العصر أو وراء العشاء كما أقول، يوم الأحد يا رب العالمين 1000 مرة. ويوم الاثنين يا ذو الجلال والإكرام 1000 مرة. ويوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء يعني يوم الثلاثاء 1000 مرة، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات 1000 مرة. ويوم الأربعاء يا رحمن يا رحيم 1000 مرة. ويوم الخميس يا حي يا قيوم 1000 مرة. ويوم الجمعة لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين يوم الجمعة 1000 مرة. تقضى حوائج، تقضى جميع الحوائج إليك وتجني الأرزاق وتزيل العكوسات وعديد من الفوائد في هذا الذكر. عديد من أسرار هذه الأذكار فيها إذا طبقتها يوميا بالتسلسل الذي قلت، وستقضى حوائجك بإذن الله وتجني الثمرات وتجني الحسنات بإذن الله. وإلى اللقاء ومع السلامة.